قلع الحوض الولادي عند الأطفال من الإصابات الشائعة يتم تشخيصه عادة عند الولادة ويشيع بين الإناث بشكل يفوق الذكور، وإذا لم يعالج ينتج عنه مشاكل مستديمة مثل العرج وقصر الرجل وربما قلة في حركة الحوض إضافة إلى ألم في الظهر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي مع الزميلة عبير عبد الله. قلع الحوض الولادي هو عدم الثبات أو انفصال مفصل الورك، والذي يصيب الآلاف من الأطفال كل سنة، وأعراضه تتراوح ما بين عدم ثبات المفصل بصورة خفيفة وبين فك كامل للمفصل، ويمكن أن يصيب وركا دون الآخر أو قد يصيب الوركين في نفس الوقت، وتختلف درجة الخلع الولادي من حالة لأخرى. وإهمال التشخيص والعلاج المبكر لحالات الخلع الولادي تكون لها آثار وخيمة عند البالغين. ليس هذا فقط، بل أن علاج بعض الحالات التي تستدعي علاجا جراحيا يكون صعبا ومعقدا، ولذلك فإن أهم جزء من علاج هذه الحالات هي الوقاية منها عن طريق التشخيص المبكر في مرحلة الطفولة لمنع حدوث وظهور هذه الحالات لدى البالغين لاحقا. أنا أنصح كل الآباء والأمهات أنه إذا عندكم خصوصا الحالات اللي تكون معرضة أكثر للخلع الولادي، مثلا البنت تكون معرضة أكثر، الطفل الأول، تعدد الحمل، يعني إذا مثلا كانوا توأم أو ثلاثة مثلا، إذا كان أكو في العائلة موجود عندهم هذه الحالات، والطفل المقعدي. هذه الحالات هذه لازم يسووا لها فحص عند استشاري متخصص في العظام والكسور للأطفال، وبنفس الوقت يجرى فحص السونار، لأنه الفحص السريري في بعض الأحيان ما يكفي. الفحص السريري هذا نعتمد عليه بس لمجرد يعني بالشعور تشوفين هل الحوض في محله أو لا، ولكن فحص السونار هذا اللي راح يعطيك الصورة، فراح تشوفين الصورة أدق وراح تشوفين الزوايا. واحنا لازم نذكر انه في نوعين، في الخلع واللي هو ممكن تحسيه بالفحص السريري، وفي التسطح، تسطح الفنجان هذا ما يحس بالفحص السريري، ولهذا السبب ينصح بالسونار. مسألة اخذ السونار يعني احنا نسويها في العيادة هنا ما تاخذ 3 دقائق، يغني عن مشاكل كبيرة لو كشفنا على هذه الامور في وقت مبكر، لانه ممكن العلاج بمجرد اربطة او احزمة، بينما إذا ما كشفنا عليها ممكن أنه تؤدي إلى عمليات كبيرة جدا، عملية ترجيع الحوض المفتوح وعملية قص العظم وتعديل التسطح، واللي هذا كله يعني عمليات جدا كبيرة على الطفل.